tout de suite في موضوع مهم جدا. نحكي على موضوع الأساتذة والمعلمين النواب. الحقيقة هو موضوع اليوم تحدثت عليه وزيرة التربية في الندوة الصحفية وحكيت على تسوية الوضعية تاع المدرسين النواب. نحكي على المعلمين ونحكي على الأساتذة. موضوعنا tout de suite. تبقى أكثر تفاصيل له. وزيرة التربية اليوم في الندوة الصحفية أكدت أن تسوية وضعية المدرسين النواب سترتكز على 4 عناصر، وهي الأقدمية في النيابة، طول النيابة، الاختصاص المطلوب، وكذلك السن. فما نقطة أشرت لها وزيرة التربية سلوى العباسي، قالت أنه سيتم إفراد النواب اللي تجاوزوا سن 50 بقائمة مستقلة، سيصدر في شأنها قرار من أعلى سلطة وهي رئيس الجمهورية. قالت اللي بيش يبلغوا سن 50 قبل العودة تم إفرادهم بالقائمة، قائمة المتخلدين بالذمة من الألف الذين لم يتم انتدابهم في السنة الفارطة. وقالت أنه معناتها بلغة أخرى سيقع إدماجهم بطريقة مباشرة. هذا اليوم لجانا من الندوة الصحفية تعليق وموقف الأساتذة النواب من هذه المسألة. نحكي عليه tout de suite مع المنسق الوطني للأساتذة النواب ملك العياري. مساء النور، أهلا وسهلا، مرحبا بك. مساء الخير. الحقيقة أنا نحب نحيي تحية خاصة لراديو ديوان فيام، لأنه الحقيقة كان داعم أساسي لقضية الأستاذ النواب. شكرا. يفضلك، تحرك وطني غدوة للأستاذ النواب، هل هذا على خلفية تصريحات الوزيرة اليوم أم أنه تحرك متاعكم سابق؟ بالنسبة لنا نحن التحرك متاعنا سابق. الحقيقة التحرك متاعنا كان مبرمج له سلفا. الحقيقة خيرنا أنه يكون بعد الامتحانات على الأقل الرئيسية المناظر الوطني البكالوري. وبالمناسبة معنا نهنوا أبنائنا تلمت البكالوريا، مبروك للناجحين وحظ أوفر معنا للمؤجلين. دونك التحرك نتاعنا الحقيقي يجي ديما في إطار المساعي الحثيثة من أجل تسوية وضعيتنا. يقول القائل أن السيد الوزير الحقيقة تقريبا في ظرف أسبوع أو أكثر صدرت مجموعة من البلاغات. الحقيقة احنا نثمنوها في إطار معناها ضبط وبلورة عدد الجملي للقاعدة الأستاذية النيابية ككل. هي حاجة مهمة بالنسبة لنا احنا كتنسيقية وطنية، وطلبنا بها سابقا لانه ما تمش تصور لتسوية وضعية دون معرفة العدد الجملي في علاقة بعدد الشغورات الموجودة في كل مادة. هذه حاجة نحن نسميها، ولكن ديما يبقى راه بالنسبة لنا احنا المطلب الاساسي هو دفعات، هو تسوية وضعية في علاقة بالمعادلات العمرية اللي السيد الوزير اليوم اطلت معنا اثر ندوة صحفية معنا خاصة بنتائج البكالوريا، وتحدثت على بعض النقاط فيما يخص على الاقل المعادلات العمرية اللي احنا طلبنا بها التقاطعات الكل في علاقة بالملف اللي هما الجامعة العامة، وزارة التربية المالية العمومية، رئاسة الحكومة، رئاسة الجمهورية. ولكن الحقيقة النقاط هذه ضبابية، لأنه أنا ما نعرفش إذا تسمح لي نعقب على الأقل على زوز نقاط. فضل. ما فوق 50 وما وإلى حدود 50. ما فوق 50 السيد الوزيرة تقول أنه معناها الأمر باش ترفع إلى رئاسة الجمهورية، ربما في إطار معناها مرسوم رئاسي، لأنه نحن نعرف أنه قانون الوظيفة العمومية في علاقة بالانتداب عبر التسوية هو إلى حدود 50. إشكال وين أنه الناس هذوما ثم البعض منهم تخلت عليهم المندوبيات معنا لسنوات لأنهم تجاوزوا 50. إذا ثم جدية فعلية معنا في التعامل مع المدة المعادلات العمرية اللي هي كانت صلب معنا الحقيقة المطالب نتاعنا، كانت معنا في قائمة معنا المطالب نتاعنا اللي هو احنا سميناه التمثيل العمري. ولكن اللي سائل أن يسأل إذا رئاسة الجمهورية، وعنها الحقيقة لمستها النقطة دي من خلال البيانات الصادرة عبر معناها صفحة رئاسة الجمهورية وعبر استقبالات السيد الرئيس إلى السيد الوزير التربية، ولكن نحن هنا نسأله إذا معنا رئاسة الجمهورية قادرة، وإحنا الحقيقة لمسنا القدرة كما أسلفت الذكر من خلال ما تحدث عليه السيد الرئيس في علاقة معناها بالقطع مع تشغيل لهش عقود المناولة، لماذا معناها يتم تداول نقطة من فيض؟ معناها راو إذا رئاسة الجمهورية باش تتدخل احنا ماذا بينا تتدخل في الملف، ملف برمته معناتها برمته. انا ما اعتقد سيدتي الكريمة اني مؤسسة حجم رئاسة الجمهورية باش تتدخل في نقطة من جملة من المطالب. احنا اليوم نحكي على قطع ما تشغلهاش، والشعار هذا يتصدر معناها الصفحات تدخلات حتى السيد الرئيس وتدخلات السيد الوزير. ولكن إذا ثم النية أنه معنا وزارة التربية توجه هذه النقطة، فدعوة إلى السيد الوزيرة أنه توجه معنا المطلب برمته، لأنه نحن أراو حاجتنا باش يكون معنا تسوية عادلة وشاملة للجميع بطلع في مقدمتها المعادلات العمرية لأنه عمرها ما عادش توفى. فالنقطة الثانية إذا باش نتحدث أنه باش يدخلوا في 50 باش يكونوا ضمن دفعة 1000 من أي منطلق وإحنا ما نعرفوش عدد الجملي. نحب نطرح استفسار قصير أو صغير،
ماذا لو أنه المعادلات العمرية اللي احنا حسب المعطيات العامة تمثل 14 إلى 15% من 8000 أستاذ، معناها كي نقوله 15% معناها راي في حدود الألف، معناها لأنه دفعة الألف المتخلد بالذمة اللي هي معناها في ثلاثة دفعات كانت وفق مقاس أو ديكريتير معينين، ش معناها اليوم باش تهزهم معناها زمن، معناها معادلات عمرية متقدمة اللي هي 50 سنة. ماذا لو كان معادلات العمرية اللي عندك أكثر من 1000؟ كيف سيكون معناها الحال؟ أنا الحقيقة أنا اعتقادي أنه تصور ما هوش، مع احترامنا الشديد إلى وزارة التربية والحقيقة لامسني جدية على الأقل على مستوى التحيين في القطع ما تشغلهاش، ولكن القطع ما تشغلهاش روجي عبر دفعات، معناها دفعات محترمة، دفعات الحقيقة احنا طلبنا دفعتين ثلاثة كما تحدثت وزارة التربية، طلبنا بالتعجيل بدفعة 1000 معنا قبل العودة المدرسية، ولكن اعتقاد الكريتيريات وما بالنسبة لنا احنا اول مقاييس احنا روكة تنسيقية وطنية رفعناهم في اول لقاء مع سيد الوزيرة، ونسبنا ان وزارة التربية تفاعلت معهم بجدية، ولكن ما اعتقدش انه دفعة بألف مش نجم نطبق عليها، معناها ناس فوق الخمسين وناس في حدود الخمسين وشعب مغلقة. دونك احنا الحقيقة نطالبوا بتصور اكبر اعمق، نكونوا احنا على الاقل طرف فيه. سيد الوزيرة تتحدث على أن الطرف الأساسي هو الجامعة العامة، احنا رانا مصطفين وراء الجامعة العامة بشرط أن يكون ثم جدية، ما يكونش ملف أسير النواب معناها مجرد أداة لفتح قنوات أو مطالب أخرى. نحن مع وحدة قطاع ومع أنه الحقيقة تكون مطالب القطاع متقدمها ملف الأسير النواب من خلال قطع ما تشغلهاش، لأنه اليوم احنا كما يتابع ديوان أفهم أنه المفاوضات الحقيقة منذ تقريب 15 أو 18 أبريل متوقفة إلى حدود الساعة. دونك احنا رانا نطالبوا بالتعجيل، وهذاك علاش احنا الحقيقة غدا باش يكون تجمعنا أمام وزارة التربية في حدود 9 صباحا، باش يكون عبر شارح ببرقيبة في اتجاه التيجيان في حركة رمزية، الحقيقة باش تكون شارة هادفة مطالبة من السيد الرئيس بصفته رئيس الجمهورية، بصفتي رئيس معناها رجل قانون، بصفتي أستاذنا، بصفتي بن ظفرين زميل، بصفتي معنا في إطار معناها استشارة وطنية، في إطار معناها مجلس أعلى للتربية. احنا اليوم لسبب النواب معنا بمنطقنا الشعبي العميق الناس تعبت، يجب أن تتسوى وضعيتها حتى من باب الإكرام، حتى من باب رد الاعتبار، حتى من باب الدفاع على صورة المربي، لأن السيد الوزير تقول راه كي نقولوا معناها القطع ما تشغلهاش راه يمر أساسنا عبر تصويت وضعية الأسد النواب، ماذا بينا؟ ونحن الحقيقة باش نحاولوا حتى نتصلوا بوزارة المالية لنعرفوا ما مدى الحقيقة توفر الاعتمادات باش ما تبقى الشعارات كما طرحت سابقا. نحن الحقيقة راه نحسن الظن، ولكن الحقيقة راه تجربتنا مع الشعارات الحقيقة كانت مؤلمة، تجربتنا مع الخطوات الحقيقة الشكلية على مستوى الإعلام راه كان دون المأمول، وهذاك علاش احنا تحب الوضوح. معناتها اليوم معناتها تقول اللي خلطته السيدة الوزيرة باهي وجميل، لكن اعطينا وضوح، اعطينا استراتيجية واضحة، وخلينا نفهموا رواحنا وين. معناتها إذا كان في الشهرين هذوما ما تساوتش الوضعية، وقتاش باش تتساوى؟ باش نقعدوا كل عام في نفس الدوام معناتها؟ بالضبط. وأنا الحقيقة لا أخفيك علم سيدتي أن الحقيقة حتى في مسار انتخابي نحن متوجهين إلى رئيس الجمهورية، لأنه مطلب التعليم هو مطلب أساسي ترفع الحقيقة في فترة ثورة بعد تعاقب حكومات سوفت المطالب نتاعنا، غذت مفهوم التشغيل هش، قننت البطالة. احنا اليوم بصفة معنا السيد الرئيس هو رجل قانون، بصفته معنا أستاذ قانون، احنا باش نتوجه له من أجل رفع هذه المظلمة، لأن احنا غدوة باش نمشي بصفتنا كمواطنين، عندنا الحق في التسوية، عندنا الحق في العيش الكريم، عندنا الحق معنا في الدفاع على مطالبنا الاجتماعية في سياق مطلبي مختلف، باش تكون شعارتنا هادفة، باش نخرجوا من الطور نتاع سامحني انتداب الأسد النواب، وإنما باش يكون الطور أو الطرح نتاعنا في إطار معنا إكرام صورة المربي، لأنه رامون يعتقد أن الأسد النواب يدافع فقط على مطالبهم هو مخطئ، نحن راهو ندافع على مطالبهم نتاع مدرسة شعبية ديمقراطية حدثية تقدمية، الحقيقة احنا قدمنا الكثير جيل وقت باش يكرمونا، وإن شاء الله يكون معنا الإكرام أو التشريف غدا من مؤسسة رئاسة الجمهورية، لأنه تعرف راهو ناس باش تحول من الجنوب من مناطق بعيدة في طقس حار معناها في ظروف اجتماعية قاهرة، إن شاء الله حتى الصلة الأمنية الحقيقة نحن أبلغناهم وكانوا متفاعلين، إن شاء الله زيادة طلبنا وزارة التربية قبل الحقيقة باش نكونوا جزء من الحل في إطار معناها دور التدارك، إنه نكونوا نتوجهوا لوزارة التربية حتى نسألك مالك قداش عندكم ما خلصتوش؟ والله سيدتي الكريمة بالنسبة لنا أنا نحب نعقب على المتخلدات المالية، راهو عملية تحيين راهي تقتضي بالضرورة صرف المتخلدات بالذمة، راهو عندنا 720 منذ 2019 وضعية ما تصرفتش، راهو زملائنا النواب 23 24 أغلبيتها ما تصرفت لهمش المستحقات المالية، راهو عندنا وضعيات شائكة في بعض المندوبيات كيما جابس كيما سيدي بوزيد
كما القيروان، هذا على سبيل الذكر، كما منوبة الحقيقة، كما أريان، راهو أكثر من شهر العدد ما تصرفش، نحن نطالبوا زادة بصرف مستحقاتنا اللي ما خذوهاش حتى زميل في أفريل، ماي وجوان. معناها اليوم راه كي نحكوا على تحيين من غير صرف مستحقات، يجب أن يكون ثم معناها وضوح في الصورة، إما اعتماد إكستري، لأنه الإكستري معناها تخدموا المندوبيات أو المالية على ضوء معناها دفاتر العمل الجامعة تتبعث المؤسسات التربوية، أو أنه عملية تحيين الحقيقة باش تتعطل في الإطار هذايا، لأنه مازال عندنا برشا مستحقات مالية. شكرا لفضلك مالك العياري المنسق الوطني للسادة النواب، شكرا على كل التوضيحات اللي قدمتها لنا. نواصلوا مع